كثيرات يشبهن مصفف الشعر وخبير المكياج بالطبيب النفسي، حيث أن للنسوة مزاجا خاصا في تزيين أنفسهن وتغيير شكلهن كلما شعرن بالاكتئاب أو الملل. مؤخرا لم يعد المكياج مقتصرا على إبراز جمال العين بالكحل أو تجميل الخد باللون الوردي، بل بتنا نشاهد أنواعا من المكياج تغير الملامح تماما وتنحت الوجه وتشكله وتجعله مغايرا لطبيعته الحقيقية. اعتبر البعض هذا النوع من المكياج خديعة للمحيط، وينم عن قلة الثقة بالنفس وأنه يجعل المرأة لا تشبه نفسها، وتطرف البعض الآخر في رأيه ليصف من تنحت وجهها وتغير ملامحها بأنها تخبئ نقصا وراء جمالها. تغييرات كثيرة تصيب العالم، وفي عصرنا الحالي بات للمظاهر دور كبير في تحديد أهلية الشخص ومستقبله أحيانا، فالشكل الجميل والسيارة الحديثة والبيت العصري يمكن أن تفتح لك أبوابا في العمل وتحسن علاقاتك الاجتماعية. غير أن الانغماس في هذه الأمور وتحديداً ربط جمال المرأة برموش بلاستيكية ترتديها كل صباح بات مزعجاً لكثيرات لا يفضلن تقييد حياتهن وفرض شكل معين لطريقة تعبيرهن عن الجمال. بعد أعوام من فرض نمط البذخ والتصنع وربطها بالجمال، هل تعود صحبة هذا الجمال مع البساطة قريباً أم أن انفصالهما بات مؤبداً؟